السلام عليكم يا احلى متتابعين، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا اليوم ان شاء الله جبت لكم هميزه اللي اكيد غادي تعجبكم، خصوصا الناس اللي عندهم وليدات وكذلك من التربيه، يعني من زيرو شهر الى الى 12 عام، وكذلك عنده ملابس للنساء، شي حاجه اللي واعره بزاف جوطيه، ولكن كل شيء جديد بالتيكيتة ديالو كيف ما كتشوفوا هنا، راه تهبطوا مع الباب السعود وكتلقاو هنا في الشوكة الاولى ديال الباب السعود. ما عندكم فين تلفوا البنات، غادي نخلي لكم اللوكاليزاسيون ان شاء الله، وكذلك بالنسبه لرقم المحل البنات كاين في سوق الحد كيف ما قلت لكم، الباب السعود الرقم 912، كيبيع كل ما يتعلق بملابس النساء والاطفال بجميع الاعمار، كيجيب كل شيء كيف ما كتشوفوا، راه ديال القطن البنات 96% ديال القطن. المهم حاولت هكذا نشد لكم الزاختيك اللي كاينين، شوفوا الحوايجات اللي كاينين، حاولوا تمشيو هاد الايام راه كاينين هميزات كيحمقوا البنات، والله العظيم البنات راه تصدمت في المحل، كل شيء جديد، هادشي كامل اللي كتشوفوا معلق راه كل شيء بالتيكيتات ديالهم البنات، يعني راه مازال ما عمرهم تلبسوا. كاين كذلك بالنسبه لهادو الناس اللي بغاو الملابس ديال التربيه اولا ديال الزياده، راه كاينين عنده فنين البنات، راه غادي نصور لكم ان شاء الله شي وحدين. كذلك كاينين هنايا هاد الكسيوات هادو اللي كاينين بالاشكال هادو، راه مقاطنين البنات، شوف راه كنقرب لكم الثوب، ولكن المهم كنتمنى يكون كيبان لكم النوعيه ديال الثوب. بالنسبه للثوب ديال هادو البنات راه غليظ وسخون، سخون بزاف بحال ديال الصوف، ولكن هما راه زعما ماشي صوف، غير داك الملمس ديالهم هكاك سخون سخيخنين. كاين كذلك هاد الكولونات اللي وريتكم فنين البنات اللي عندهم وليدات، راه كاينين كما قلت لكم في جميع الاعمار من اللي طاي الصغار حتى الكبار، وكاينين هاد السراول هادو ديال السيرفين. المهم بالنسبه لهاد المحل سمحوا لي البنات مروحه، ماشي مروحه، الحساسيه كتشدني ثاني مع هذا الجو. كيف ما قلت لكم كيجيب غير لي مارك زوينين، الجوده ديالهم زوينه بزاف كلهم ديال ليكسبور، كيف ما كتشوفوا شي حاجه اللي دو كاليتي، والله البنات الا التوب ديالهم زوين ان شاء الله غادي نشارك معكم. كذلك حتى لي تيشيرت اللي خديت عنده خديت هكا تيشيرتات لاصال، وكيف ما قلت لكم 95% كلها قطن. شوفوا لي كذلك هنا هاد القبيات هادو اولا هاد السيرفيتات هادو ديال البنات وديال الدراري، تقدروا تاخذوا الفوق مثلا ب 40 درهم وتدبروا لي على السروال هنايا وهي تتولي لبسه كامله. شفتوا البنات هي اختي تايني تخدات لبنتها وحده هنايا، ها نتوما خدات السروال ما عقلتش بشحال خداتو، راه صورت لكم الثمن ديالو، والفوق خداتو ب 40 درهم كيف ما قلت لكم، والله الا عطيه ميزات الصراحه ما يطيحوش لكم كاع على البال، والله البنات سيروا هاد الايام للمحل حيت تبارك الله كنلقاوه عامر، وقلت ضروري نصوروا البنات باش يشوفوا هاد المحل هذا ويتعرفوا عليه. كذلك هو دائما كيجيب الجديد، كل مره كيجيب سلعه في شكل، كل مره كيكون عنده الجديد، واكيد الجديد اللي بثمن جد جديد مناسب. هنا كيف ما كتشوفوا لي غونويير حتى هما كاينين، طراقات ديال البنيات وديال الوليدات الصغار فنين البنات والله. وكذلك كاينين عنده بيجامات ديال الوليدات الصغار ديال البنات وديال الدراري كيف ما كتشوفوا ب 50 درهم الفوق والتحت، كاينه هذه حتى هي ب 40 درهم. عاد كاينين الحوايج الحويجات ديال الناس الكبار حتى هما راه اكيد غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. شوفوا لي هاد هادو زوينين، فيهم ديك الشبيكه من اللور، تقدروا تلبسوهم هكا تحت جليبة، ولا تقدروا تلبسوهم هكا كريس مع شي صايه ولا شي حاجه لي مالا. هنا غادي نشارك معكم الحويجات ديال التربيه اللي قلت لكم من الزياده حتى ل 6 شهور، وكاينين عاوتاني الاخرين حتى هما عازلهم ثاني ديال عام ديال عامين ديال 3 سنين. المهم انتم كيف ما كتشوفوا هذه راه ديال 8 شهور، شوفوا لي هادشي راه كله قطن البنات 100%، وكيف ما قلت لكم ب 20 درهم ما عمرها ما كانت. هادو راه كلهم جدادين البنات، راه بالتيكيتات ديالهم كنعاود نقولها، راه ماشي بال ولكن جديد. فهمت البنات؟ المهم باش ما تنساوش لي عافاكم اللايك البنات، الى وصلتوا لهنا خليوا لي لايك وكومونتير زوين بحال ديما، كنقول لكم بيزوات ولا لا يخطيكم عليا.
وبالنسبه لهنا البنات داير كل شيء ب10 دراهم نفس المحل كيف ما كتشوفوا. غادي نشارك معكم هاد الحويجات هادو ديال الوليدات وديال البنات هادو اللي الاعمار ديالهم كبيرين شي شويه تقريبا ديك من 9 سنين نتوما طالعين. ها هما راه غادي نصور لكم هنا باش تشوفوا الحويجات اللي كاينين بديال 10 دراهم. راه قلت لكم البنات بلا ما نبقى نعاودها كل مره راه كل شيء جديد بالتيكيطه ديالو قديم ولكن جديد. المهم انتم كيف ما كتشوفوا نخليكم تشوفوا شنو كاين. وبالنسبه لهنا هاد البلاصه هادي داير لها ب20 درهم كاع هادو اللي غنوريكم دابا ب20 درهم. المهم لما نعاودها راه كلشي جديد. جايب هاد لي بي بحال هكا زوينين البنات كاينين ديال الدراري وكاينين ديال البنات كذلك كاين حتى هاد لي كولمونطي حتى بحال هكا خدينا نيت البنت اختي واحد هادو كيتلبسوا هكذا تحت من الحويجات بيديهم فنين ديال القطن حطاهم ب20 درهم البنات. كاين كسيوات مهم هنا السلعه مخلطه كاين حويجات ديال السبور ديال الوليدات كاين حويجات هكا قويمجات راه كاين قميجات جدادين خصوصا الناس اللي مساكن ما عندهمش باش يشرو قويمجات لوليداتهم والناس اللي كيقراو وليداتهم في المدارس وما عندهمش يعني باش يشري لهم القويمجات. شوفوا لي قميجه باقا جديده ب20. مشات عندو تقول لي راه جيت من طرف غزالة. تعامله زوين بزاف البنات وقسم بالله البنات تعامله زوين بزاف. واحد السيد اللي عارف شنو تيبيع كذلك يعطيكم الوقت كيقلب معاكم يعني اي حاجه بغيتو ولا اي لون بغيتو راه كي زعما كيعاونكم انكم تاخذوا العبارات ديالكم. هنا بغيت ندوز باش نوريكم هاد الدونيات هادو اللي كيف ما قلت لكم 95% قطن. هنا كيف ما كتشوفوا هنا راه صورت لكم باش تاكدوا باللي راه 95% ديال القطن و 5% ديال الالاستيك باش هكا كيتيراو لكم. عنده جميع المقاسات من سمول حتى ل 56 56 البنات. هنا خديت نيت هاد التيشيرت هذا فنين البنات عطي راه ديال القطن خديتهم من لاصال خديت واحد كحل واحد ابيض وخديت هذا وخديت كذلك واحد جوج صايات كيتلبسوا تحت من السر فوق من السروال خصوصا هكذا اللي كيكون سروال مزير ولا شي حاجه كتلبسوهم من الفوق وكيكونوا هابطين غير شي شويه من الفوق بحال الا لابسه غير شي حاجه هابطه لك بحال شي بودي هابط ولا شي حاجه. خديت الكري وخديت البلو مارين وخديت الكحل لا يلا يا ربي خديت الكحل وخديت الكري البلو مارين ان شاء الله حتى نرجع ليها وغادي ناخذها. فنينا البنات هادو كما كتشوفوا راه كلشي هادشي قطن كاينين شي وحدين ديال بحال بيزو ما عرفتش كيتسمى داك الثوب. المهم كاينين شي وحدين بحال هكاك اللي تقدروا تلبسوهم هكا في البارد ولا شي حاجه وكاين خلاص هادو اللي هنايا حتى هما كلشي ب20 درهم. هادو اللي كنوريكم دابا راه كلشي ب20 درهم. هاد الدونيات اللي كنوريكم دابا ديجا واخداهم من واحد البلاصه نيت كانوا كيديروا ليكسبور وخديتهم ب40 درهم البنات والله العظيم من البنات الى 40 درهم باش كنت كناخذهم لواحد ولكن باقيين عندي لدابا فنين ما زعما ما تيديروا لكم لا حكه لا شي حاجه قطن 100% وزوينين ومريحين في اللبسه وكيشربوا العرق كيف ما كتشوفوا راه طوالين
يعني الطول راه فيهم الطول، وكاين كذلك هاد الحويجات اللي معلق راه حتى هما كلشي كما قلت لكم جديد، كتعطوه الطايله بغيتو كيعطيكم هو. راه تشوفوا اثمنا ب 30 درهم 50 درهم كما كتشوفوا، هادشي كلشي اللي معلقها 50 درهم 20 درهم. هذا اللي كنوريكم دابا راه قطن البنات، كيبان لكم بحال نيلو ولكن هو راه قطن. سيروا البنات عنده وشوفوا شنو حاط. المهم هاد الايام انا راه صورت لكم اليوم الفيديو، واليوم راني كنمونطي لكم في الفيديو باش غدا ان شاء الله ينزل لكم باش تشوفوه، باش كما تقولوش لي راه تعطلتي علينا غزاله وهذا. المهم كيف ما قلت لكم راه كنحاول دائما الماكسيموم نحط لكم الحاجه في وقتها باش نتوما تمشيو تستافدوا منها، وكذلك تستافدوا حتى من الحويجات وليداتكم. كيف ما كتشوفوا انا كنحاول نقرب لكم الموديلات كيفاش دايرين، والتوب ديالهم كيفاش داير. كيف ما قلت لكم راه قطن مريح في اللبسه ديالو. غادي نوريكم كذلك حتى داير هكذا كسيوات فنين حتى هما قصيورين، خصوصا الناس اللي ضعافين غادي يلقاو واحد الكسيوات فنين راه معلقهم على برا. هما هادو البنات الثمن ديالهم واقيلا 50 درهم على ما اظن، زوينين. هانتوما شوفوا وحده منهم كيفاش كتجمع بحال هكا، زوينه في اللبسه شتي كيفاش دايره. المهم غير سير وبقشوا شويه عليكم، هذا هو المحل كيف ما قلت لكم. شوفوا لي هادو راه زوينين كيجوا في اليدين تروكار وطوالين. كاين كذلك هاد الجليبات هادو اللي حتى هما ديال القطن، دير لهم 70 درهم.